إذن بشأن صراعات شركاء العملية السياسية وبوادر التشظي الذي تتعرض لها كتلهم، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بكم. الخلافات تعصف بشركاء العملية السياسية، لكن هل هذه الخلافات تهدد مستقبل السوداني في رئاسته للوزراء؟ شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الأعزاء. الحقيقة هذه الخلافات والصراعات ليست وليدة اليوم والأمس، هي كانت منذ البداية وحتى قبل تشكيل الحكومة، خصوصا أنه كان التكليف يعني مجبرين عليه، يعني كل الأطراف تقريبا كانت هناك منافسة سبق ترشيح السوداني، منافسة بين هادي العامري ويعني المالكي على رئاسة الحكومة أو التكليف بتشكيل الحكومة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية الحقيقة أيضا ادخلت بها أطراف مثل ما نعرف أنه الآن يعني على الخط غير الميليشيات في الداخل والأحزاب الولائية ومافيات الفساد، وطبعا أيضا الكتل ما يسمى البيت الشيعي المتشظي أساسا، لأنه خروج الصدر هذا عامل مهم كان مؤثر يعني بشكل واضح، 73 مقعد من مجلس النواب، زائد أنه الخلافات الآن مثل ما نعرف الخلافات الكردية والسنية السنية، وطبعا فيما بين الكتل نفسها. أنا أشيد إلى مسألة مهمة جدا الحقيقة، رغم التدخلات والضغوط الإيرانية على تجميع محاولة تجميع البيت الشيعي بطريقة يعني أثبتت فشلها لغاية الآن، إلا أنه الأمريكان أيضا يلعبون بدور آخر مضاد معاكس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الأهم هو الداخل العراقي أيضا مؤثر، وراح نشوف كيف تكون خلال الأيام إن شاء الله القادمة، لأنه الشارع إلى كلمته الخاصة الحقيقة. نعم دكتور حامد، زيارة مبعوث البيت الأبيض بريت ماكورغ هذه الأيام، وحقيقة أنها تسبق زيارة السودان المرتقبة إلى واشنطن، كيف يمكن أن نفسرها؟ الحقيقة هي ضمن مسلسل واضح كان حتى أثناء تكليف يعني قبل تشكيل الحكومة، كانت السفيرة الأمريكية وقائد قوات التحالف يعني بضغط واضح على السيد السوداني من أن يستمع إليهم بشكل واضح، أنه لا يذهب بعيدا عن الرضوخ إلى الشروط والمطالب الأمريكية في الإبقاء أولا على القواعد، في أن يحجم دور الميليشيات الولائية. طبعا استحصل هو الرجل على وعود من زعماء الميليشيات بأن لا تضرب المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية والقواعد الأمريكية، شرط كان واحد من الشروط أنه يشكل الحكومة بطريقة سلسة وينطيهم ما يشاءون من المناصب الوزارية، وهذا الحقيقة حدث لهذه الفترة. يعني احنا تقريبا صار لنا 3 أشهر لم تضرب لا بعثة دبلوماسية ولا قاعدة أمريكية من قبل هذه الميليشيات. لذلك أنا يعني أقول شيء مهم جدا، ضغوط السفيرة الأمريكية زائد المبعوث الأمريكي اليوم زيارة واضحة أنه قبل أن يذهب إلى واشنطن عليه أن يرضخ للإرادة الأمريكية. طبعا هذه من ناحية كأنه هو فعلا تشكيل يعني تشكيلة حكومة انتداب أمريكي. من ناحية ثانية أيضا الإيرانيون ضغطوا كثيرا، يعني قاآني كان أيضا يتردد يعني زيارات مكوكية، وأيضا اليوم يعني بموازاة لزيارة ماكورد كان موجود في بغداد. طيب، أيضا للضغط على السوداني. فهي العملية الحقيقة واضح جدا أنه هذه الحكومة الإطارية ليست مستقلة بقرارها، حكومة لا تمثل العراقيين وإنما تمثل الإرادات الإقليمية والدولية بشكل صريح وواضح. هذا طبعا الحقيقة يدفع الشعب العراقي إلى فقدان كل ثقة وكل أمل بوجود هذه الطغمة الفاسدة والحكومة. نعم. عطفا على ما تفضلتم به، هناك من يقول إن السوداني يلعب بالورقة الأمريكية قبل زيارة المرتقبة إلى واشنطن ليقدم أوراق اعتماده للبيت الأبيض، وأيضا هذه الزيارة جاءت كي يرفع وصاية المالكي عنه بعد أن كشفت الأيام الأخيرة دور المالكي في موضوع التدخل في كل قرارات الحكومة. ما مدى دقة هذا الطرح دكتور؟ هذا صحيح، يعني هو يحاول، ولكن ما هي نتيجة أو نتائج المحاولة؟ أنا أعتقد سوف تبوء بالفشل مثل ما باءت بالفشل أيضا محاولات الكاظمي، رغم أن الكاظمي كان اختيار وسط، يعني ليس لا يمثل لا الإطار ولا التيار، يعني هو من خارج يعني المجلس النواب ومن خارج الكتل السياسية، مع ذلك هو حاول مسك العصا من الوسط، لكنه شفنا أنه التعامل معه كيف كان
كان بإذلال واضح، رغم أنه الأمريكان يعني أعطوا الضوء الأخضر في كثير من المؤشرات، لكن الأمريكان أيضا ما توقفوا يعني عملية يعني إحراجه في كثير من المواقف. الإيرانيين أيضا لعبوا هذا الدور. السوداني أضعف، أنا أعتقد لا يمكن أن يفعل أكثر مما فعل لغاية الآن، حتى ولو ذهب إلى أمريكا وجاء بالضوء الأخضر وبشهادة تزكية. أنا أعتقد الأوراق اللعب بيد زعماء الميليشيات والولائيين، لأنهم يسيطرون على مجلس النواب حاليا، فلذلك أنا أعتقد بإمكانهم يعني الإطاحة به، خصوصا أن هناك تهديدات. يعني هناك 3 أو 4 وزراء من هذه الكتل، خصوصا مجموعة المالكي، مهددين بالاستقالة، فالاستقالة معناها أنه سحب الثقل. دكتور، على ذكر إيران الذي جاء في معرض كلامكم، أين تقف إيران من هذه الصراعات داخل ما يسمى بالبيت الشيعي، خاصة يعني إذا ما علمنا أن السوداني ربما يعني سيتحرك بشكل فاعل تجاه الولايات المتحدة، وخاصة أن إسماعيل قاآني قد وصل إلى بغداد أمس الاثنين؟ إيران يعني في ضغط مستمر الحقيقة، رغم أن هناك اتفاقات سرية. يعني احنا شفنا أنه حتى يعني إجازة فكرة أن الإطار يشكل الحكومة جاء بتوافق بصفقة مع حزب الله اللبناني برسم الحدود البحرية مع إسرائيل، فكان هناك أشبه بمساومة، كان قائدها يعني الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، والوسط والمستفيد هم يعني حزب الله بتهدئة والحكومة اللبنانية. أنا أعتقد هذه العملية أمريكا لا ليس لها صاحب صديق، وأمريكا الحقيقة تخون وتغدر بسرعة، لذلك أنا أعتقد تمرير هذه العملية يسمح لأمريكا أنه تغدر أكثر، وإيران أيضا يعني لا تترك فرصة من أن تغدر، لكن الضحية في الأخير أنا أعتقد لا إيران ولا أمريكا، الضحية سيكون الساحة العراقية، الشعب العراقي للأسف الشديد نقولها، وطبعا بأدوات يعني قدرة إذا سمحتوا أن نقول هذا الكلام، هي عملائهم من الطرفين. هذه القضية الحقيقة اللي يعني لا سمح الله أن تقع على أشبه ما يحدث في أوكرانيا، أنه يصير اقتتال على المغانم اللي حصلت لغاية الآن وعلى موقع الاستراتيجي في العراق. يعني للأسف الشديد دكتور، نستثمر حضوركم هنا، وأريد أن أفتح ملف الشأن الكردي. الانقسام واضح، الانقسام الكردي بدأ واضحا بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، وهو ما يطرح السؤال يعني إلى أين تذهب العملية السياسية في ظل هذه الصراعات خاصة بين الحزبين الكرديين؟ أنا أعتقد التشظي اللي حدث بوفاة جلال الطلباني في الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صدقني بدون مبالغة أقول هذا يعني شكل خطورة كبيرة، لأنه مجموعة من الشباب المغامرين سيطروا على سلطة القرار، طبعا بدون تزكية لأحد، نقول لأنه الحزبين هم متورطين، هي قطاعيات الحقيقة سياسية عائلية بدعم خارجي إيراني أمريكي غربي إسرائيلي، هذه لا تقبل الشك على الإطلاق. لذلك أنا أقول أي تغيير في مواقع الآن اللي موجودة سوف يدخل هذه الأطراف الإقطاعيات السياسية بمغامرة كبيرة شديدة. أنا أخشى ما أخشاه أيضا على شمال العراق، لأنه الكل مسلح يحمل يعني بالضبط يمتلك أذرع مسلحة ويمتلك يعني بيشمرقة وميليشيات وإصابات جريمة منظمة، لذلك الوضع أنا أعتقد بخطورة كبيرة. لذلك يعني لازم تكون الحكومة المركزية تتخذ قرار بالحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، هذه النقطة المهمة يعني في العملية كلها. عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراب، شكرا جزيلا لكم.